انتوا عايزين نظام دايت صحي؟ مش بتاكلوا كاندي؟ الدوناتس العملاقة مش مهتمة، هتلاقيكم بأي طريقة. الجو بقى ممل جدا عندنا في أوضة العقاب، لكن أنا شايفة الولاد اللي في المكاتب اللي قدام معاهم أكل. أنا شم ريحة برجر. نقطع أسطوانة من أسفنج تنظيف عربيات، نقطعها نصين، نساوي الأطراف لتنعيم سطح الشكل، نلون الأسفنج بلون مطاط علشان شكلها يبقى شبه عيش البرجر، نغطي دباسة بلون أكريليك، دي هتكون البرجر. نقص ورقة خس من ورق فوم أخضر، نشد أطرافها شوية لحد ما نوصل للشكل المطلوب، نقطع شريحتين طماطم من ورق فوم خشن وشرايح جبنة، نلزق بشمع سخن ورق الخس على قطعة العيش، ونثبت الدباسة من فوق، نغطيها بجبنة وطماطم وبجزء العيش اللي من فوق، نرش حبوب السمسم من ورقة فوم بيضة ونلزقهم من فوق. هايل! استنى يا تن، لازم نستنى لما المدرس يمشي، ودي فرصة هايلة. المدرس بيخرج للكلام في الموبايل. جه وقت العرض يا تن. هاي يا صغير، أنا في آخر سنة فأنا هاكل البرجر اللي معاك. جميل، اتفضلوا كله، وأنا هشرب مشروبك من ستاربكس يا بنتي يا صغيرة. أها، الكبار دمهم تقيل جدا. نقطع قوس كوباية ورق فوم لافندر بجليتر، ونمشي على المخطط. نوصل الجنبين بسوستة ونجمع كوباية، نغطي أطراف السوستة بقطعتين من ورق فوم ونقص الزيادة، نلزق بشمع سخن طول بينك فوق نص الكرة البلاستيك الشفافة، ونضغط عليها لجوه، ونلزقه بشمع سخن على الجزء اللي من فوق من الكوباية، نغطي قاع بدايرة من ورق الفوم، نعمل حامل من ورق فوم أبيض بجليتر ونلزقه بشمع سخن على الكوباية، نلزق لوجو ستاربكس مطبوع في النص، نضيف قطعة شاليمو من فوق، ونضيف الأدوات المدرسية في المقلمة، هي إحنا معانا سناك دلوقتي. استنى، في حاجة غلط في المشروب ده، ده مجرد مقلمة، والبرجر اللي معتين طلعت دباسة، حاجة تكسف، الأطفال ضحكوا علينا. مسمث متأخرة جداً على الفصل، دي حاجة غريبة، إحنا لازم نلاقيها دلوقتي حالاً. ما تعملش ده يا تن، الفصل من غير مدرس بيبقى هايل. تن بيخرج يدور عليها، وادي مدرستنا اللي بنحبها بتهرب من نظامها في الدايت وبتاكل آيس كريم. مسمث، انسي الأكل وارجعي للمدرسة، وقلم لطيف ممكن يبقى مكان الآيس كريم اللي معاكي. نقص دايرة من ورق كرتون بني سميك، نعمل شبكة ويفر بشمع سخن، نغطيها بلون أكريليك علشان تبان شبه الويفر، ونلف شكل كون، ناخد أنبوبة حبر من قلم جاف ونلزقها في الكون، نعمل كور آيس كريم من صلصال خفيف، نثبتهم في الكون، ونعمل شكل آيس كريم باستخدام عود خشب، نلون الكور بألوان أكريليك، نضيف شكل خطوط الآيس كريم السايحة، يلا بينا يا ميس سميث، لشوية حصص قليلين. تن بيقنع مدرستنا إنها ترجع للمدرسة. ها؟ تن؟ أنت عملت كده ليه؟ ميس سميث بتبقى جادة أكتر لما بتبقى عاملة دايت صحي، وحتى قلم الآيس كريم مش هيساعد. أنا آسفة إن أنا اتأخرت،
احتجت وقت طويل لتجهيز نوت بوك بشكل بانكيكس للفطار. نقص نوت بوك بالسلك لعمل شكل دايرة. نقص دايرة أكبر شوية من فوط التنظيف. نلونها علشان تشبه البانكيك. نعمل شكل ثلاث قطع بانكيكس من فوط التنظيف. نلزقهم بشمع سخن على غلاف النوت بوك بتحريكهم ناحية الجنب شوية. نضيف توبينج باستخدام شمع سخن وردي. نزينها بأوراق نعناع من ورق الفوم وفراولة بلاستيك. نغرز أدوات المدرسة بين البانكيكس. رائع! إيه النوت بوك اللطيفة والجميلة دي؟ حتى مستر سباسين حبه. طيب جميل، أنتوا معاكم إيه هناك؟ ده بانكيكس. أوبس! ما تقلقش، مش هيسيبوا أي بقع. كيتي عايزة تدمر الدايت الصحي لميس ميث. يلا يا تن، اتسحب لحد عندها بإزازة بيبسي. هي مش هتقدر تقاومها، لكن تن بيحافظ على الدايت الصحي بكل شرف وبيبدل إزازة البيبسي بإزازة صمغ. نصب صمغ إلمر شفاف بره الإزازة. نضيف لون طعام علشان يبقى شكل البيبسي. نصب الصمغ الملون في عبوة بيبسي فاضية. نلزق بشمع سخن فرشة مكسورة لشاليمو كوكتيل. اتفضلي يا ميس ميث، اتفضلي إزازة صمغ بيبسي. دي لطيفة جدا، أنا فعلا محتاجة شوية صمغ حلوين. إيه؟ هي ميس ميث بتوقع بيبسي على النوت بوك؟ ها؟ تن، أنت بوظت كل حاجة. مستر سباستيان بيبدأ الحصة. خبي الهوت دوج اللي معاك دلوقتي حالا، ممكن تاكله في البريك، لكن دي مش قطعة سجق عادية، ده ماركر. نغطي ماركر بلون أكريليك علشان يبان شكل السجق. نضيف خطوط الشوي. نخلص الصل خفيف ونشكل عيش الهوت دوج. نعمل ورقة خاص من صلصال خفيف أخضر. نستنى لحد الصلصال ما ينشف شوية وبعدين نقطع فيه فتحة. نضيف طرف محمص باللون أكريليك. ونحط ورقة الخاص. والسجق الماركر. نضغط شمع أحمر سخن هيبقى الكاتشب. نقطع الشمع السخن علشان نخلي الماركر يتفتح. هوت دوج بيكتب؟ يبقى مفيش مشكلة، ممكن تكتب ملاحظاتك بالسجق اللي معاك. مش هتقدر تخدع ميس ميث، انذار كاندي! في طالبة بتاكل مكرون في الفصل. ما تقوليش كده يا ميس ميث، ده مجرد براية قلم رصاص. ننضف علبة لعبة على شكل مكرون. نعمل فتحة في نص منهم باستخدام سن مسدس شمع سخن. نلزق برية قلم رصاص فوقيها. ونجمع النصين. ميس ميث بتفتشها بنفسها. دي برية قلم رصاص حقيقية. للأسف هي كان نفسها تبقى قطعة مكرون. البطاطس المقلية. ميس ميث ما بتقدرش تعديها. أنا هاكل قطعة واحدة بس. نمسح قطعة أستيكة صفرة بمزيل ملمع ضوافر ونساوي الأطراف ونقطع الأستيكة لصوابع شكل قطع البطاطس المقلية. نخطط شكل علبة بطاطس مقلية على ورق كرتون أحمر. نقصه ونلزق العلبة.
نضيف فيها صوابع الأستيكات. ونلزق لوجو ماكدونالدز. يو، البطاطس المقلية دي طعمها زي المطاط. ده لأنها مش بطاطس مقلية، دي أستيكة. أهلاً يا حبيبة قلبي، دي هي دونت أحلامي. استني، أنا أصلاً باكل حاجات صحية. يا ترى صديقي مدرس الألعاب هيفتكر إيه عني؟ أنا محتاجة لبريك. هي ميس سميث بتتخانق مع كاندي؟ يبقى منظم الدونت اللي معايا هيدرب لها قوة إرادتها. نقطع شكلين قوالب دونت من ورق كرتون. نقطع أنبوبة ورق تواليت النصين. نلزق نصين الأنبوب بين قوالب الورق الكرتون. نغطي الجنب بشرايط ورق الكرتون ونسيب فتحة للأدوات المدرسية. نلون الورق الكرتون بألوان أكريليك. نقص جليز من ورق فوم خشن ونضيف سبرينكلز من ورق فوم من فوق. ومركز الدونت. هنقلب الدونت ونملاها بالأدوات المدرسية. ميس سميث مصممة إنها تنزل وزنها، لكن الدونت بتستمر تطاردها. هو حامل الأدوات المدرسية الثابت ده جه منين؟ هو ده حاجة تانية بتفكرها بإدمانها للسكر؟ لكن ميس سميث بتقدر تستحمل إغراء الجليز ده، وهي أكيد مش هتاكل من الدونت دي. ميس سميث طلبت بيتزا، لكن قواعد المدرسة بتقول مش مسموح بالأكل في الفصل. ده مش عدل. اديني البيتزا دي يا ميس سميث. مفيش بيتزا، دي مجرد مشابك ورق. نلف صلصال بوليمر لدايرة. ونلزق طرف ملفوف حواليها. نفرد الصلصال لطبق رفيع ونعمل منها جبنة. نثبت دواير من صلصال أحمر عليها من فوق شكل اللحمة. ونعمل حلقات زيتون من صلصال أسود والفلفل من الأخضر. نرشها فتافيت من الصلصال علشان تشبه شكل التوابل. ونقطع البيتزا 5 قطع. ونخبزها حسب تعليمات العبوة. نضيف الصوص على القطع الجاهزة من فوق باستخدام لون أكريليك. ونلزق مشابك ورق على ظهر القطع. مشابك ورق مع بيتزا. طيب، شريحة البيتزا دي هتبقى فاصل كتاب جميل لملاحظاتي. عجبكم أكلاتنا السريعة اللي استلهمناها من الأدوات المدرسية؟ اكتبوا تعليقات تحت الفيديو. هتحولوا أدواتكم المدرسية لأي أكلة فيهم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش أفكار أدوات مدرسية جديدة من تروم تروم.